8 سنين. اتفسحنا وخرجنا كتير. رحتي فين؟ رحنا لقرايبنا وكده. سليم 12. عملت حاجات كتير، رحنا الملاهي ورحنا حتت كتير يعني. نورهان 12 سنة. جينا هنا وركبنا اللعبة دي ورحنا السينما وركبنا مركب في النيل. اسمي عبد الرحمن. 17. والله هو العيد بالنسبه لي في الشغل او مش في الشغل ما بيفرقش معايا، انما ان انا اخرج مع اصحابي وابات بره للفجر وكده لا. ايه اللي هيضايقني؟ هما جايين ياكلوا وانا شغال عشان كده. اشتغلنا حلو وعملنا كل اللي احنا عايزينه. خرجنا اتفسحنا رحنا جينا وجينا على شغلنا. عادي زي كل عيد بنخرج ونيجي. مفيش مشاكل فيه خالص والشغل زي ما هو. والشغل مش عيب. لا حابب الشغل. انا هنا بقالي شهر بالظبط كده. انا الحمد لله جيت هنا صليت العيد وبعدين بدات الشغل اول يوم. خرجت واتفسحت عادي، ما انا بستلم ورديه، بستلم ورديتي عادي، والورديه الثانيه اللي هي بخرج قدام 4 ساعات بخرج فيهم مع زمايلي وكده. ما بتفرقش معانا، بس هو الحمد لله انا بكون مبسوط لما اكون شغال في العيد. لا يعني بابايا انا مش بصرف على نفسي، بابايا بيصرف، فانا مش محتاج للشغل، بس انا بقضي وقتي.